بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إنك ولي ذلك والقدر. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد في التوتوريال ومكملين إن شاء الله بإذن الله، لكن هنعمل بوز شوية على ميديا كويري يا جماعة. تمام، المفاهيم اللي احنا اتكلمنا عنها في ميديا كويري حتى الآن ممكن نكون قسمناها من جزئين، أو اتكلمنا عن الاستراكشر. أول ما دخلنا احنا قلنا إن احنا هنشتغل ريسبونسيف، تمام، بعدين رحنا عملنا تمهيد للريسبونسيف ودخلنا دايركتلي على ميديا كويري. يعني ميديا كويري أخذت تقريبا في حدود فوق ال 13 حلقة أو ال 12 حلقة تقريبا، أو أكتر شوية، تقريبا في حدود 15 إلا حاجة بسيطة. ولغاية دلوقتي ما اشتغلناش ريسبونسيف. الكورس بيجي ميديا كويري، الجزء الثالث من الكورس بيجي ميديا كويري. فاحنا هنعمل بوس على الميديا كويري يا جماعة لأسباب مختلفة، وأول سبب فيهم إن احنا من يوم ما سيبنا الميديا كويري من الفترة اللي كانت الناس بتمتحن فيها لغاية دلوقتي، والسبيسيفيكيشن بتاعتها حصل فيها تشينجز كتيرة، حصل فيها تغييرات كتيرة، وفي حاجات بتروح وفي حاجات بتيجي، وأنا مش معايا مادة علمية متأكد منها، فمش هقدر أعمل تيست. كمان إن البراوزرات نفسها مش متظبطة على قصة إنها تقبل الفيتشرز الجديدة اللي محطوطة في ميديا كويري. في الموضوع بصراحه محتاج وقت وعايز طولة بال، تمام. فاحنا هنعمل له بوز مؤقت لحين ما ان شاء الله باذن الله الامور تبقى ثابته شويه، وراح نرجع له ان شاء الله باذن الله تاني، تمام. بس انا مش عارف نرجع له تاني امتى، يعني عشان نكون في الصوره. بس احنا اخذنا من الميديا فيتشرز اللي يهمنا ان احنا نشتغل ريسبونسيف كويس، تمام. احنا اخذنا جزئيتين من ميديا كويري وباقي ثلاث اجزاء من ميديا كويري، تمام. اخذنا الديفايس دايمنشنز ميديا فيتشر والديسبلاي كواليتي ميديا فيتشر، الباقي شويه حاجات خاصه بالسكريبتنج وشويه حاجات خاصه بالالوان و كام حاجه تانية كده، تمام، او حاجه تانية مش فاكرها بالظبط. والكلام ان شاء الله بس يكون ايسر واسهل من الامور اللي احنا اتكلمنا عنها فوق، تمام. لكن الامرين اللي احنا اتكلمنا عنهم دول بصراحه سبيسيفيك يهموني خالص ان الناس تبتدي تاخد فكره عنهم. تمام، جميل. فراح نقف على ميديا كويري ونرجع ريسبونسيف تاني، تمام. نرجع ريسبونسيف تاني، احنا اساسا ما ابتديناش ريسبونسيف عشان نرجع يعني. الله المستعان. شوفوا يا جماعه، هنبتدي في السيشن من السيشن اللي جاي ان شاء الله باذن الله التصميم بتاع الويب سايت ده، تمام. موقع سامبل بسيط ريسبونسيف، فين ريسبونسيف؟ طبعا احنا هنبتدي نصممه على شاشات مختلفه يعني، تمام. الجانب الاولاني كان خاص بالديسكتوب براوزرز، لو انت كنت بتعرض الموقع من ديسكتوب زي او من بي سي زي البي سي اللي انا شغال عليه ده دلوقتي يا جماعه، تمام. فلو انا هلاقي ان الموقع استراكشر عادي جدا، ما فيهوش غير الهيدر، عنوان ونص وقائمه و فيتشر ايمج كبيره فيها كلمه معينه. ده الموضوع كله على سبيل احنا نحاول نشرح الفكره بتاعت ريسبونسيف، تمام. انا مش بصدد تمثيل موقع كامل يعني، بس انت بتاخد الفكره الابعاد بس يعني. رايت، لو انا جيت اصغر شويه 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 كده لغايه ابعد، على فكره اللي اوت ده فلويد، الناس واخده بالها اللي انا شغال ريسبونسيف وفلويد، وعلى فكره كاتب قيم فيه بيكسل، يعني انا شغال قيم فيكسد. الله المستعان، رب الناس تكون مركزه معايا شويه كده، تمام. فالنص اهو بيبقى ريسبونس، بيبقى فلويد يا جماعه، يعني هذه القايمه بتبتدي تقل، النص بيبتدي يقل برضه لانه واخد 10%. لما اوصل لقيمه معينه هلاقي ان التصميم لغايه القيمه دي، فين؟ ايون دي. لغايه ما اوصل القيمه دي هلاقي ان الفيتشر ايمج اتغيرت، القايمه ما بقتش على اليمين، بقت القايمه من تحت، اخذت محاذاه يمين والصوره اتغيرت، تمام. تمام، لو ونفس الفكره التصميم دايت فلويد وبمعنى ادق ليكويد، او القيم كل ما بتصغر بتصغر معايا، ما بيظهرش معايا السكرول بره اساسا، تمام. لغايه لما اوصل لنسبه معينه من النسب اللي هي بتكون عباره عن اكزاكتلي النسبه ديت، هي خاصه بالموبايل، فبتلاقي ان برضه الفيتشر ايمج اتغيرت والبراند اتغير والقيمه نفسها بقت سلك، بقت دروب داون منيو، علشان طبعا التصميم ده خاص بالموبايل. ده عباره عن ريسبونسيف ديزايننج، عباره عن ثلاث تصميمات في تصميم واحد، تصميم خاص بالموبايل، تصميم خاص بالتابلتس، وتصميم خاص بالديسكتوب، الديسكتوبس البي سي هات العاديه. ده ان شاء الله اللي راح نبتدي فيه من السيشن اليوم، فاير اب يور براوزر يور تكست اديتور. من السيشن اللي جاي ان شاء الله راح نبتدي دايركتلي على الاتش تي ام ال ستراكشر بتاع الصفحه ديت. ما تنسونا مصالح الدعاء. كل سنه حضراتكم طيبين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حضره سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. شباب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في ملف الاندكس
دوت اتش تي ام ال. هنحاول نحط الكودنج بتاع الاستراكشر يا جماعه بتاع الويب سايت اللي احنا عملناه بريفيو من شويه. انا معايا ملف اتش تي ام ال ما فيه اي شيء باستثناء واسم الميتا تشار سيت دوت اف 8 باعتبار ان انا هكتب نصوص عربي فيه نصوص جاخد ار تي ال، ومعايا تايتل وجمله الربط بتاعي انا منومها لاني برضو لسه هعمل كرييشن لملف السي اس اس. تمام اوكي هنزل على البطيء التقسيمه بتاعي يا جماعه. انا هعمل ديفيجن كبير، الديفيجن ديت كالعاده هو اللي هيكون شايل بمثابه الرابر او الاطار الحاوي لكل الويب سايت بتاعي. احنا متفقين طبعا الفكره بتاعت الاطار الحاوي ديت بيبقى ليها بنفيتس، ليها صيغ ثانيه. ممكن في السيشن دي ما نستخدمش الرابر والميلا اللي بنسميه مثلا يعني، او اللي هو الكونتينر اللي بيشيل كل اجزاء الموقع، لكن ديت احيانا انت بتحتاجها في نواحي مختلفه يعني. تمام ديت المين. انا طبعا مش هنسى دور الكومنتنج في ملف ال HTML يا جماعه، علشان انا هحاول اكتب كود كتير يعني، او على الاقل هنا وفي ملف الستايلات اكتر، فبنحاول ايدينا ناخد على الكود. انا مقصد بصراحه اني نحاول نكتب الكود من البدايه من الصفر. الكلام ممكن يكون سهل وبسيط يعني، بس بالمره عشان ايدينا تاخد على الكود، وما ان ركنين بقالنا فتره. فنقول مثلا main start here. انا هخلي الكومنتات بتاعتي بدايه ونهايه كالعاده يعني. امر الكومنت ده زي ما احنا عارفين بيرجع لك كديزاينر، محدش بيقول لك يعني، انت بتكتب بالطريقه اللي تريحك. تمام جوه المين انا هبتدي اقسم الكونتنت بتاعي لهيدر وبانر ومنيو. تمام يعني انا هقول ان عندي ثلاثه ديفيجنز صغيرين. تمام ده اول واحد، ده مثلا هنخليه دي مثلا كنترول سي انتر. طيب الديفيجن ده يا جماعه ده هخليه الهيدر. تمام هدي له الكلاس يساوي وهسميه هيدر. كل القصه في الديفيجن بتاع الهيدر ده مش هيكون فيه غير الاثنين دول، ده والكونتنت ده يعني تقريبا ده اتش واحد والكونتنت ده. تمام يبقى الهيدر ده يا جماعه هيكون فيه حاجتين اثنين، هيكون فيه ملف اتش 1 اللي فيه الكلمه بتاعه التست ديت يا جماعه. خلونا برضو نعمل لها الاستراكشر بتاعها علشان نبقى جاهزين للنصوص. واسم بي هنجيبه من لوريم ابسون يا شباب. طيب اوكي ده بالنسبه للديفيجن الاولاني، ونفس الفكره مين ستارت سير انا هقول له والله ديت يا دربجة. اما بالنسبه للديفيجن اللي في النص، فانا عندي في القصه ديت متبسطه، عندي انا هقسمها لنصين، مش هحطهم النصين في ديفيجن لوحده، لان انا هسمي ده ديفيجن لوحده منيو، وده ديفيجن لوحده يا جماعه ايه، انا هسميه بانر مثلا باعتبار انها ايه البانر الرئيسي او الفيتشر ايمج اللي في نص البتاع. فهناخد مثلا المنيو اللي على اليمين ده. تمام ديت هنديله الكلاس ونسميه منيو. اوكي وجوه المنيو طبعا كالعاده الناس فهمتني، انا عارفين ان انتوا عايزين ايه اكزاكتلي يا جماعه. عايز ان اوردر ليست و جوه الان اوردر ليست بتبتدي تحط بقى الليست ايتمز بتوعك بعدد الكونتنت اللي انت عايز تحط تعمل لها تضمن لها، وباني انا هحط كونتنت. فبالمره عشان انسخ كودي فهعمل واسم الانكور واسم الارتباط، وانا المفروض هكررها مثلا ما شاء الله من المرات، هنخليها مثلا 12 مره ب 2 3. تمام مثلا باعتبار ان كنا ممثلينها تقريبا بمحافظات معينه على ما اظن يعني 3 6 كده 9 كده 12. تمام ايه طيب يا ريتني كنت كملت على الاتش ريفرنس بتاعي، وانا هربط يا جماعه بالمربع علشان طبعا اختصر في الوقت. طب انا الحاجات دي هحاول اكملها بعدين عشان ما اضيعش في وقت حضراتكم يعني. الفكره بسيطه، ابتدي احط هنا الكونتنت بتاعي اللي هي المحافظات اللي بتكون عباره عن سين وصاد وعين. طب بعد ما اخلص الكونتنت ده يا جماعه هبتدي ما انساش دور الكومنتنج، هتكلم انا عن
كنترول سي في المنيو هنا هقول له والله ديت منيو، تبتدي من هنا و هذا الحد الختامي. بالاخير في الديفيجن الاخير هو انا معايا ديفيجن يعني بقى مش قاعده بتاع المنيو يعني اللي هو بتاع الفيتشر ايمج الصوره اللي انا هشمل اكشولي في الديفيجن بتاع المنيو. يا جماعه يمكن تكون القصه هنا مش راح تبقى ظاهره شويه لان هيبقى هيكون موجود معايا الدروب داون منيو اللي فيها الموبايل، فاكرين الدروب داون الصغيره اللي كنا حاطين فيها المحافظات جوه منها دروب داون، فديت احنا برضو هنعمل لها انسرتيشن جوه اليو ال ده قبل طبعا قفله الديف. يا جماعه هتبقى بره اليو ال طبعا، وتبتدي انت تبتدي تدرجها. فاكرين ازاي كنا بندرج القايمه؟ يعني تبارا لما تيجي تدرج اي قايمه كنا بنقول يا جماعه كنا بنختار الرسم سيلكت، ورسم سيلكت ده كنا بنقول عليه ان هو تاج زوجي بيحتاج بدايه وبيحتاج نهايه، راجع بلاهي كورس ال HTML عشان تحاول تفتكر الكلام ده. وبنقول طالما سيلكت المساله داخله بالفورمز وبالنماذج يبقى لازم نكون في الصوره ونحطه مثلا نيم، ونبقى انا هسيبه فاضي بصراحه، بس انا مش عايز نكتب كود الناس تاخده عليا بان انت ما كتبتش نيم. الفورم المفروض تعمله عمليات تريتمنت، تعمله عمليات معالجه، ازاي هنعالجه من غير المهم انا كتبت نيم اهو باعتبار ان احنا نرفعه على سيرفر وكده، بس الكلام ده مش راح يحصل يعني. تمام، الجانب الثاني هنبتدي ندرج بعدد العناصر اللي موجوده جوه القايمه طبعا الاوبشن، واوبشن نفس الفكره يا جماعه تاج زوجي بيحتاج بدايه ونهايه، دولت بعدد العناصر تبعك، وطبعا انت هتحاول تكررهم ما شاء الله من المرات. انا هحاول اوقف الفيديو ادي الناس بريف بريفيو ليه او نظره مختصره ليه الكود شكله عامل ازاي طبعا، بس ايه قبل ما يعني نحط في الديفيجن الاخير ده الديفيجن اللي هو فيه البانر. تمام، الديفيجن ده خاص بالبانر، كل القصه الديفيجن بتاع البانر ده يا جماعه انا مش هعمل فيه اي حاجه غير بس النص اللي هيتكتب ده، ده عباره عن اتشيلين الصوره انا هشيلها على الديفيجن بباك جراوند، فاهمني؟ ده هتبقى ستايل سي اس اس، لكن بس هو ال اتش 2 ده او ايا يكن دايت الوسم ده هو اللي هيتشايل جوه الديفيجن ده. تمام، فهو كل قصته ان هو راح يتحط فيه اتش 2 بس بمنتهى البساطه. تمام، وبقيه ستايلاتي هتبقى ماشيه عليه. طبعا انا مش هنسى اني اديله الكلاس بتاعه، والكلاس ده يا جماعه انا قلت ان هنسميه مثلا بانر. هوقف الفيديو وعلشان احاول اكمل الداتا ديت ونراجع القصه كلها مع بعض من الاول. تمام شباب، بعد ما كملنا الداتا ديت عشان ما نضيعش في وقت الناس، عندي مين هيدر، عندي مين ديت الرابر اللي هيشيل كل اجزاء الموقع، بعديه عندي ثلاث ديفات على مستوى واحد. الديف الاولاني ده عباره عن الهيدر اللي فيه الاتش 2 والبي، الديف الثاني ده عباره عن المنيو اللي فيها القايمه المنسدله وفيها قايمه العناصر. تمام، اللي هي الدروب داون منيو اللي احنا هنتحكم في ظهورها في بالديسبلاي نون يعني في الديسك توب، فاحنا مش عايزينها تظهر، احنا عايزينها تظهر بس في حالات مين؟ في حالات الموبايل، فعشان كده هنستخدم الميديا كويري والديسبلاي في ان احنا نظهرها، بس هي تفضل موجوده في الوثيقه، بس احنا هنتحكم في ظهورها فين؟ في المستند على حسب طبعا الميديا كويري. تمام، بعدين عندي الجانب بتاعت اللي هو البانر وما فيهوش اي حاجه غير الايه؟ غير الاتش 2 اللي هي كان فيها كلمه الصوره الرئيسيه للبراند، وبنقول ان احنا هنحط الخلفيه اكزاكتلي هنحط الصوره كخلفيه للبانر كديفيجن، فاهميني يا جماعه؟ بس دايركتلي فانا عملت ريلود هلاقي ان الموقع بتاعي بايه الشكل ده، ديت الدروب داون منيو فيها العناصر تبعي وديت الصوره. نبتدي طبعا دور السي اس اس والستايلات عشان نبتدي نستايل الكلام ديت، نتقابل ان شاء الله باذن الله السيشن اللي جاي مع اول استايلات اللي نبتدي نستايلها ان شاء الله باذن الله، هتكون عباره عن ايه؟ الديسك توب ستايلز. ما تنسونا من صالح الدعاء، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.